السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا أخوكم يعود إليكم من جديد. بلا ما غادي نطول عليكم إخوان المشاهدين، قبل ما غادي نبداو هذه الحلقة ديالنا لأول مرة يشوفنا، ما عليه غير يضغط على زر الاشتراك، يضغط على زر الجرس باش يبقى يتوصل بكل ما هو جديد. إخوان المشاهدين، شفتوا في الآونة الأخيرة الضجة اللي دار هذاك المفروح، وديك الضجة اللي يعني دخلت فيها هذا حسي، دخل فيها هذاك الملولي، هذاك بعدها باين في حقار ومصالح، شوف فيه السم والبغض إخواني المشاهدين، يعني بغى ما سبحان الله، علاش كاين شي وحدين علاش ربي ما كيعطيهمش؟ ولكن أنا صاري كل اللي عجبتني فيهم إخواني المشاهدين كما غادي تشوفوا معايا هذا الفيديو، واخا يعني هذيك الإنسانة ما صالحاش وما كذا وطيح الهضرة، ولكن أقسم بالله اللي عجبتني فيهم، ما هذا الهراء؟ اي خويا كي كي كيصنعوا من والو مشاهير. هذاك مفروح خصو 36 ولا 87، خصو سبيطار الحماق، لانه هذاك ما صافي، يعني شاف هاد الموجه لعبت عليه ودارت له البوز خرج صافي، بقى يتسطى نيشان. المهم خلينا نشوفوا هاد الشكايات اللي داروا عليه وبيصيفطوا للحبس وزيد وزيد وزيد. خلينا نشوفوا اخواني المشاهدين هاد الشي كامل باش تعرفوا غادي ونزيدوا تموتوا بالضحك. هنا الشكايه اخواني المشاهدين اللي كيقول فيها الخوت هاد الشي، راه عند راه زاد عند الحد ديالو. اليوم بالليل جيت للدار ولقيت استدعاء من عند المحكمه الابتدائيه، ما عرفتش واش الملولي هو اللي دعالي ولا علاش. المهم غادي نمشي نلبي الطلب ديال القضاء ونشوف هاد الشيء فين غادي يوصل. هذه شكايه يعني كيدي اصلا اللي دار هذا الشيء هذا اخواني المشاهدين خصو يتحاسب. هذا بحال الزوار، يعني كزوروا ديك القضيه وقال داروا فيها الاسم ديال داك الملولي، وداك الملولي خرج باللي قال لهم باللي ان انا ما درت به لا شكايه لا حتى شي حاجه، والا هو دارها واش هذاك لقيتو حيت قصر باغي تحقر عليه؟ قالوا الا هو دار هذيك الشكايه خصو يصيفطوه للحبس. الا هذاك لقيتو حيت قصر وهذيك حاجه اخرى، هذاك مسكين يبان لي مفروح مفروح، ولكن انت زدت فيها النزار، واش ما كانش سبيطارات؟ واش ما كانش فيك شدوا علينا ولادكم وشدوا علينا حمامكم؟ مالكم دايرين هكا والشفايا والتبهديل؟ شوفوا اخواني المشاهدين غادي تموتوا بالضحك. هاد السيد هذا سبيطار، والله الا سبيطار خصني نسميه سبيطار الحماق. انا صافي الدعوه مشات فيها، يعني كما نقولوا ما فهمتش كلشي ولا يهضر عليه، وداروا البوز بوالو سبحان الله. بغينا دا حسي، انا نقول لكم علاش، انا ريحت معاه وشفت كيفاش كيهضر على لدى حسي، وصراحه جاتني الغيره، وما عرفتش انا في ديك اللحظه ملي مشى الملولي عندنا لدى حسي اشنو طرا بيناتهم. وهاد القضيه هادي مرضاني نفسانيا، مرضاني نفسانيا، حيدي لي هادي الوقت. واخا عفوا خوتي يقولوا لي واش هذا، واش مفروح، واش خصو 36 ولا 87؟ مانيش عارف ولا خصو بويا عمر. ما بان لك غير المدام الملولي هذا والدريات، ها نادى حسي من بلاد 40 مليون ديال الدريات اللي كانوا في المغرب، ما بان لك غير نادى حسي، لان المغرب كامل كيعرف نزار كيبغي نادى حسي. انت درتي بتشد ما يضب، ولكن برب العلي العظيم حتى بديتي الحرب، والحرب غتكون في اطار الكومبا لانك انت على انت. يا ربي السلامة، يا ربي اللي شاف شي حاجة يجوز. انا قاطع من الفيلم مشى عملك يا هادي منين جات، لان اول باج بارطاجاتها هي باج ديال الحكومة اللي كتهتم بالمشاهير وداكشي. المهم هادشي اللي كان هو الفنان الا كانت عليه شكاية راه غادي تلقاني انا الاول في واحد الحالة هيستيريا، يعني يقدر يمشي ديال الفنان ديالي للحبس ونتشردوا ويقولوا عليهم. راه الفنان ديالي هو ما عمل كان صوت. ربي السلامة. هادشي اللي كاين. اه درنا لا باس الحمد لله. هادشي اللي كاين. غادي تشوفوا غادي تشوفوا الفيديوهات ديالي راه قبل احسن. وحده ونزار غير لوز بدوك العينين هذيك بعال الديب. سبحان الله يا ربي تشافيك وتشوف من حالك. دخلت فيها والديك، دخلت فيها الاعلام، الاعلام كاع راه مرون كل نهار يمشيو عنده الاعلام، علاش يعني واحد الدرب وواحد الدجه، ولكن هاد الدجه غادي تكمل. هذا كيما نقولوا حاله وفايته سبحان الله. فنان بميرسيديس ومسائل. اسمي الانستغرام ديالك. ها؟ الانستغرام ديالي؟ اه بلاش صافي بلا ما نسميو الانستغرام ديالي باش ما يتقلقش عليا منعم الزروال. هادشي اللي وبخصوص بغيت نوضح واحد المسألة، بخصوص واحد الفنانة اللي سميتها سحار، ياك سحار؟ أنا باغي نرد عليها. هذيك سحار اللي بغات تركب على الموجة ديال ما تجبدش فنيتها. ربي السلام. داكوغ. واحد الفنانة كت يقول لك المناجر ديالي ما تشوهنيش قدام الصحر، نحن لا نضحكون.
وتعقش سمعنا هذيك تعرف اقسم بالله لا شتي من كون منير بين كونش مليح نبقى نشوف هذه الفيديوهات ديال هذه السيده يا ربي تشوف من حالك وداوك في اقرب وقت سحر دابا انت اش بيني وبينك اللي تسميني شتي دوزا ما بقاتش كتعيط عليك حكا ما حكا بغيت تركب على الموجه ديال النزار انا ما غتركبيش على الموجه ديالي فهمتيني يعني دوزا الان دوزا من ما عيطوا على سحر عيطوا على الله يرحم بيه الوالدين ما لقات على من تهضر تهضر على الملولي ونزار ولا دحسي ما تسميش هي المدام المدام ما كتغنيش في استوديو دوزان باش نوضح لك المساله هذه راه بقاي معايا انا غنعطيك القاصح خليك بعيد حنا راه بعادين من الممثلين حنا خلينا مع خلي العداوه ديالي مع الملولي والمدام ديالي اللي باغي ياخذها ليا الملولي انت يا سحر خليك في ديك لا 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 وهادي حكاية فيها ندى مشات وبنت البلاد وغنات الحب اللي فيها ماهوش حب الدات الروح اللي فيها راه من سنوات وهادي كنتي بيديا وخليتيني وطيري طيري تعالي ليا اليوم راني طالع بيدي كنزي البلاد ما عارفين علاش كنهضر هادشي يا ربي السر السلام عليكم واش اخواني المشاهدين مشاهد السبيطار الحماق دروك شوفوا مع عمر احنا عايشين يا ربي السلام شوفوا مع عمر وهذا الشيء راه كلشي داير على داير البوم داير ضجه اخواني المشاهدين يعني هو كنهضر اخواني المشاهدين على كما نقولوا كما على ندى حسين نهار مشات عند المهم راه انا دار وين هذيك غيتا هذيك القايده غيتا يعني كرهت كلاشي في ديك ندى قالت لها ودي راه مشى دار معك شي حاجه هشام الملولي وتما وزيد راه كاين شي حاجه تما وعلى يعني على مدابزين واش مدابز مع شي اخوان شوفوا هذه قلت الوسخ لوسخ يدابز على لوسخ سبحان الله القسم الى لوسخ وهاد الاشاعات بان الملولي دعاني الملولي ما دعاني ما حتى شي حاجه وهاد اللي كتلقوا هاد الاشاعات هادي تقوا الله في نفوسكم بينو بين الملولي كون باغي غادي تعاود على شراك بن ندى حسن المهم ما كاين لا ديك لا راسه ولا والو ديك الشكايه قديمه السلام عليكم خرجوا بعض الاشاعات بان الملولي دعاني الملولي ما دعاني ما حتى شي حاجه وهاد اللي كتلقوا هاد الاشاعات هادي تقوا الله في نفوسكم بينو بين الملولي كون باغي غادي تعاود على شراك بن ندى حسن المهم ما كاين لا ديك لا راسه ولا والو ديك الشكايه قديمه بغيت نعرف واش هاد السيد ماشي ما انا ما فهمتش انا غير درتو ضحكني والله القسم الا خس واش انا بغيت خير نعرف واش ما كانش شي سبيطار الحماق هنايا ولا شي واحد يمشي يدير فيه شي خير يعني يداويه ولا يضرب له شي ابره باش يتكالم السيد راه مسعر راه مسعروه صافي ولكن هاد السيده اللي عجبتني واخا فيه شويه هاد صار يكون يعني واخا كتخسر الهضره واخا ولكن دوك المقاطع راني قلعتهم بالنسبه للمشاهدين الكرام ولكن شوفوا اخواني المشاهدين عطاتهم العصير هذاك ماشي ملاكم هذاك كان بوليسي كان يدير الجومباز ولا كان يدير شي كما نقولوا كان يدير شي رياضه اخرى وقلبها عاوتاني اخواني المشاهدين لا حول ولا قوه الا بالله ما فهمنا والو وزاد طيح بالملاكمين الكبار اخو اللي بدر هاري وزيد عليها المهم ملاكم من الكبار اخواني المشاهدين ديال المغاربه اخواني اخوتي الكرام طيح بهم يعني بغى يتحدى واش ديك العطاء واش المغرب ما فيهش مصحات عقليه ولا كيفاش عطاتهم العاشر فلادي شنو هاد الهراء هذا شنو هاد الخرا هذا عشاكم اخوتي كاين واحد الحاجه سميتها الامراض العقليه وكاين شي حاجه سميتها الخروط العقليه بنادم عنده شنو هاد البسالة هادي؟ شنو هاد الخرا هادي؟ شنو هادشي اللي أنا كنشوفو في السوشيال ميديا؟ شنو هاد البسالة هادي؟ اليوم شفت واحد الحمق خارج تما تيحيح تشوف تيفي أنا تنبغي فلانة شي حجرة عصير شنو هاد البسالة هادي؟ شنو هاد الهورة؟ عطاتهم العصير ديال الصح غاجوج ديال الفرارج كيضربوا هذا كيقول لك انا شد هذا انا شنو الفيلم شد الفيلم هذا شد الفيلم موسخ شد الفيلم فيه الريحه شنو الفيلم فيه ريحه السليبات وريحه العرق طرد دابا السوشيال ميديا ولات متاحه للحماق انا كندير انا لا انا مولاي والله الا عندها صح السوشيال ميديا بقات عاطا غير الحماق يعني هبل تعيش دير البوز والله القسم الا غير هبل ودير البوز ما بقينا فاهمين والو القنوات الاخرى اللي تستحقوا كما نقولوا التشجيع وتستحقوا لي زابوني ما كتشجعوهمش سبحان الله ولكن تبغي واش كيبغيو الناس بهذا المفهوم هذا يعني بغيتو ولا كرهت كيبغيو الفضائح ويبغيو الكذوب ويبغيو التسطيع والهبال حاشاكم ويبغيو كما نقولوا دوك حاشاكم اللي خارجين الطريق
انت اش من ملاكم؟ ملاكم ديال الخيار؟ اش من ملاكم؟ والله لا عبرت علي قلت له اش من ملاكم؟ ملاكم ديال الخيار راه الهضره فيك فيك زيد. اش كتقعد تشوفوا الناس سمعه ديال الملاكمين ديال بصح هذه اللي قلت لك عليها. ولا يمشي يسمعكم الملاكم ديال العالم هذاك ديال مو داك الامريكي مع شنو ينوض ينتحر. انتم راه ملي كتسببوا لينا في الناس كتنتحر بحال هاد الجماجم هادو اللي كدار دابا هما اللي تيسببوا في الانتحار ديال بزاف ديال الناس. تبارك الله واصلين وطالعين. ملي واحد ملاكم طلع بدراعه تلاكم ديال الصح ما كاين غير تلكميم كيشوف واحد خانس ديال الخلاش. ندير معاك حد زوين قدام المراه والله القسم الى نيشان اخواني مشاهدي. وهنا هذيك اللقطه كما غادي تشوفوا معايا هاد اللقطه هي كما نقولوا اللي كان معاها يعني مشات عنده خسرت الفلوس والله ما الله اعلم مشات لوطيله وكذا مانيش عارف. هو كيقول له نزار كيقول له راك كويتها لي وراك مع مرتي وكذا. المهم شي وحدين كيقولوا بانه راه باغي يتزوج بها راه صافي راه باغي يتزوج بها يعني كما نقولوا راه كان كما يعني جات عند ديك ديك اللي كانت في الامارات راكم عارفين ديك القايده غيتا قالت لك كان مشات عنده فوتت معاه وزيد علاش ما كتبغيش تجبد عليه بيناتهم شي حاجه الله اعلم يعني كما نقولوا هاد ندى حسي كما نقولوا راها درت معها التحدي ومشات يعني بهذا المفهوم اني ديتولك فهمتوا. ولكن الخنز يتبع الخنز انا بعدا اقسم بالله العلي العظيم الى سماهم في وجوههم انا هذاك الانسان بحال اللي مرتاحين ما فيش القبول ربي ما الملائكه ديالو تقال بهذا المفهوم هذا يعني باين فيه البغض وفيه السم ويقدر يبغي يصيفط الى كما نقولوا الى شد عليك قد هكا ما فيهش الرحمه والله القلب ديالو ما فيه الرحمه اخواني المشاهد. ولكن انا بحال هاد الناس ما نرحمهمش وما ما نحملهمش. انا غنتلاز لك على 40 مليون اللي قلت بشرط هو انك تصلخ ليا من اللول. يلا سيدي بلا ما تبيع لك الولا قولي واه هي ديال هذا ديال سينو هذيك ندى اش ما بغيتيش تزوجي وقفتيني هذيك راه المدام ديالي لوسخ لوسخ العمر غير المدام ديالك حدايا اش غادي دير كاع من الاخر نزار ديتها لك هي معايا هي ديتها لك هي معايا ديروا لي كومبا ديروا لي كومبا كيف كرضي. شوف اقسم بالله العلي العظيم اخواني المشاهدين وشت بزاف ديال الصوالح بحال هكا بحال هكا كطيح الروح غير كيكونوا غير زعاقه وطيح الروح بحال هكا انا ديتها لك لا ديتها لك الاخر ما يرضاش الاخر الا كان يبغيها نيشان ما يرضاش هكذا كطيح الروح اقسم بالله على والو يعني شحال من واحد كما نقولوا اللي تعنى بالقوه يموت بالضعف يعني يقدر غير بز قد هكا يحشيها لك يسالي معاك بنادم يطرزن ويجيب راسو ولكن بحال هاد الانسان انا ما شخصية ما ممثل ما مغني ما طلعتو له الشان بزاف وشي كيهضر يتصوروا معاه لا حول ولا يا سبحان الله العظيم ضحكتوا فينا الناس والعالم الله يبهدلكم لا لا ريح الله النسخة ديالها تي تاكلي وتشربي وانا حرمت عليا والله والله القاسم هذه والله الا كامله عليهم هذا المقطع هذا كامل عليهم اوكي اش كيدير هذا انا وفي كنت انت كنت فيك الماء هزك الماء ايوا هذه يا لالي زار كنت انت حاشاكم بيت الماء وهزك الماء اللهم يسلم بارك ما درت يا السيني زار هو تخنى عليكم بالله واش هذا نورمال انا تبارك الله عليك السيني زار بصحتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صافي هذا دار اخواني المشاهدين دار كما نقولوا دار الفاتحه ودار الاخر لا حول ولا قوه هاد الناس هادو اللي راهم يتبعهم في السوشيال ميديا وعندهم المشاهدات بزاف وعندهم الاخر بزاف ما فهمناش والله ما فهمنا واللي يستاهلوا الدعم من هاد ما كيدعموش. تحياتي لكم ما تبخلوش علينا بلايك اخواني المشاهدين وبارطاجيو الفيديو ما تنساوش ديروا الاشتراك اللي مازال ما اشترك في القناه. تحياتي لكم الى فيديو قادم ان شاء الله اخواني المشاهدين.